التعادل السلبي من دون أهداف في المباراة التي جامعتهما بملعب الشهيد بالحداد، وهي النتيجة التي لا تخدم الفريقين اللذين يقبعان في مخارطة الترتيب. هذا وأعلن مدرب اتحاد الحراج سالم العوفي استقالته من تدريب الفريق. وليد معمري عاد بالتالي. نشكر الفريق، نشكر، نطلب من الجمهور يسمحوا لنا على هذا المنبر نعلن انسحابي نهائيا من الفريق. ممكن يجي انسان اخر، ممكن تكون عنده حاجه سحريه يقدر يجي بها، لكن يجي وتربع الفريق والفريق يقدم، انا هنا ما عليا الا ان اعزل الفريق. ماشي ضيعنا الفوز برك، شوف يعني شوف دي كازيون كيما هادو، يعني راه بوكو دو كازيون صافي من هبدي نلعبوا، يعني في الماتش تاع غير زين احنا هكذا صافي 5 جورني احنا هكذا صافي الحمد لله اليوم انا بانكيس، يعني ان بوان خير من كيما نقولوا خير تخسر. فريق الخصم خلق فرص وحنا خلقنا فرص مقابلتها انتهت بالتعادل. نظن صدر لا فيزيونومي تاع الماتش تقول بلي المقابله تتعادل. حبينا نديكروشي ولديك ليك ان شاء الله في الميدان تاعنا، لا غالب ربي ما كتبش. شفنا لعبنا ضد فريق منظم عنده لاعبين خبره وعنده لاعبين اللي يعرفوا يلعبوا الكره المرتده. مشاهدينا الكرام، نهايه